تتواصل فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب بعاصمة الأنوار مدينة الرباط لليوم الثامن على التوالي. عديد من الأنشطة الثقافية والفكرية وتوقيعة كتب أثتت برنامج هذا اليوم الحافل. فضاء شالة احتضن ندوة وسمت بالكتابة بالمؤنث، محكي السيرة الذاتية بصيغة المؤنث. هذا اللقاء الأدبي الخالص تصادى فيه البوح الذاتي مع النقد الأدبي البناء. ما من موضوع أجد الكلام فيه صعباً كالكلام عن كتاباتي، لأن الكاتب لا يجيد نقد عمله الأدبي. رجوعي للطفولة، سيرة ذاتية كتبتها تحت الطلب من المستشرقة الأمريكية إليزابيث فيرنيا لتنشر ضمن أنطولوجية حول سرديات الطفولة في المغرب العربي والشرق الأوسط. وبما أنها لم يكن ليخطر ببالي أن أكتب عن سيرتي الذاتية، لأن من الصعب في المجتمع مغربي إسلامي وخاصة بالنسبة للمرأة أن تتحدث وتبوح بكل صراحة عن حياتها الخاصة. إذن كتبت هذه السيرة لتنشر في الولايات المتحدة وليقرأها جمهور إنجليزي، ولذلك لم تتدخل الرقابة الذاتية، فجاءت الكتابة صريحة جدا وتعكس الواقع كما هو. كيف تعمل المرأة الكاتبة للسيرة الذاتية على تحويل الهوية الحياتية إلى هوية سير ذاتية ثقافية؟ موضوع الندوة اللي عنوانها المحكي السيرة الذاتية بصيغة المؤنث فرض علينا البدء والإحالة إلى مجموعة من العتبات والمداخل اللي تتعلق بنشأة السيرة الذاتية عربياً ومغربياً، والوقوف عند بعض الأسماء البارزة عربياً ومغربياً سواء بالنسبة للرجال سواء بالنسبة للنساء، وإن كان موضوع الندوة أساساً يتعلق بالمرأة وكتابة السيرة الذاتية. وإذا كانت السيرة الذاتية هي عبارة عن كتابة حياة إنسان، وأن السيرة الذاتية تجعل من الذات الكاتبة مكتوبة وشاهدة على مسيرتها ومسارتها، فالمرأة كتبت السيرة الذاتية، وهذا ما يطرح علينا الكثير من الأسئلة. كيف استطاعت هذه الكاتبة أن تعمل على تحويل هويتها الشخصية ذاتها إلى كتاب وإلى هوية ثقافية؟ أيضا سؤال لكي تطرح وبإلحاح، ما هي المقصدية من الكتابة النسائية، وما هو حجم البوح الذي يحضر في السيرة الذاتية التي كتبتها المرأة؟ الأدب أفقاً للتفكير. الأدب الحديث بالجهات الجنوبية كان هو التيمة الرئيسة التي تناولها ثلة من الشعراء والروائيين والنقاد بالبحث والنقاش، أماطوا فيها اللثام عن خصوصية ومميزات المنجز السردي والشعري في الصحراء. وكتاب تراث شعبي الحساني ثراء وتنوع، ورواية الطلح لا يخطئ القبلة. الشعر مرتبط أصلاً بالشعور وبرقة الشعور، لذلك لا أعتقد بأن الجنس آخر من الأجناس سيحتل مساحة الشعر. الخصوصية تكمن في بعض القسمات الثقافية، ما أسميه بالسرد المكتنز، لأنه يكشف بعض الخصوصيات الثقافية مثل مثلا تبلاح لوغافاج، تسمية الفتاة، العادات إلى آخره. هناك لا ينفك القص والروائي عن ثقافته، ثقافة المنشأ، ثقافة البيئة التي نشأ فيها. من هذا المنطلق سأتناول بالتحليل الرواية الأخيرة للكاتبة سعاد ماء العينين علي، معنونة بليزان ليزان سينيفيون، وتتحدث عن يتيم تقوده الأقدار من قرية تغمرت إلى باريس، مسار طويل من فيه العمل وفيه أيضا تمثلات الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد فعلا أنه هناك مجموعة من الخصوصيات تتعلق أولا
للمجال، ثانيا تتعلق بمسائل ثقافية وهوياتية. ولا شك أن الشعر سواء في شقه الدارج الشعر الحساني أو الشعر الفصيح يمتح من تلك الخصوصيات. لذلك أعتقد أن هناك تجربة غنية في هذين الجانبين تستحق نوعا من التناول النقدي، لأن هناك تجارب تستحق الالتفاتة النقدية. أعتقد أنه الشعر الحساني تطور من آليات اشتغاله، كذلك الشعر الحديث، هناك شعر عمودي، هناك شعر تفعيلة، وهناك أيضا قصيدة النثر. الديوان تأخر كثيرا، لكن هذا فيه خير، يعني في قد يبدو أنه نوع من لنقل الإرجاء أو نوع من الكسل إلى آخره، لكن أظن بأنه تأخر إصدار ديوان كان إيجابيا، لأن كنت قد نضجت شعريا أو أزعم أني قد نضجت شعريا، فجمعت فيه القصائد التي أظن بأنها تحمل ملامح شعرية. هو بالنسبة للشعر الحساني هذه خلاص نعرف بأن الشعر الحساني لديه مقوماته الخاصة التي أخذت مما هو تراثي، لكن الشعر الفصيح بدأ يتأثر بما هو خارج الصحراء وخصوصا بالعالم العربي، وبالتالي فإن القصيدة العمودية الآن تتخذ أبعاد حداثية شأنها شأن جميع المناطق المغربية. سفرنا بين عوالم وفضاءات المعرض الدولي للنشر والكتاب ما زال مستمرا، نحط فيه الرحال برواق وزارة الشباب والثقافة والتواصل لنسلط الضوء على المنجز الروائي الموسوم بمعزوفة الأرنب للكاتب محمد هرادي. الرواية وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية في نسختها لهذه السنة. هذا المنجز الروائي تصادى فيه الغرائبي مع الواقع بأسلوب روائي جميل ومبدع. الأدب والفنون الأخرى المرتبطة به كلها تعتبر أدوات للتنفيس وللتعبير عن شرطنا الوجودي. رواية معزوفة الأرنب تتناول مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب، مرحلة الانتقال من الاستقلال إلى أواخر السبعينات بكل المفارقات وبكل الالتباسات التي عرفتها هذه المرحلة. الرواية تحكي عن يوميات وحياة شاب مهووس بقراءة الأدب الروسي لدرجة أنه يتصور نفسه أميراً روسياً، وانطلاقاً من هذه النقطة تنطلق الرواية نحو البحث عن تفاصيل حياة المهاجرين الروس الذين هاجروا من روسيا القيصرية إبان الحرب والتجأوا إلى المغرب. الشخصية نفسها تهاجر من الجنوب إلى الشمال، إلى شمال المغرب. فإذا الموضوع العام للرواية هو موضوع الهجرة بصفتها مرحلة رمادية في حياة كل البشر بكل ما تحمله من ألم ومن معاناة ومن آفاق أخرى محتملة. مدائن معلقة تدوينات العابر هو آخر إصدارات الكاتب والإعلامي ياسين عدنان الصادر عن منشورات بيت الحكمة بتطوان. الرواية كما اعتبرها المبدع المراكشي جنس أدبي جديد في كتابة الرحلة. هو في الحقيقة مدائن معلقة هو يكاد يكون الجزء الثاني لدفتر العابر. دفتر العابر كان رحلة شعرية كتبت شعرا، ومدائن معلقة هو كتابة للأصفار وللمدائن ولفضاءات العبور والترانزيت، ولكن كتبت على شكل تدوينات كنت أكتبها على الفيسبوك، فانتبهت في لحظة معينة إلى أن التدوينة يمكنها أن تصير جنسا أدبيا لها يعني بنيتها الخاصة ولها خصائصها حتى الفنية إذا شئنا. فاشتغلت على هذه التدوينات وجمعتها لكي أصنع منها كتاب مدائن معلقة. إذن الجزء الأول من هذا العمل شعري
والثاني سردي نثري.